هنتكلم شويه ان شاء الله على ازاي البروجرامينج ممكن يحسن الفيوتشر بتاع الهدف. معلش انا عارف طبعا الكلام ده مجدد شويه بعد الشغل اللي احنا شفناه، بس ان شاء الله هيبقى كلام لطيف بحيث نقدر نستفيد منه كلنا. كل يوم يا جماعه بنستخدم الكترونيك ديفايسز، بنستخدمها بطريقه مباشره او غير مباشره. معنى ايه؟ بنستخدم الكمبيوترز، بنستخدم موبايلز، بنستخدم نوت بوكس، كل ده الطريقه المباشره باستخدامنا للالكترونيك ديفايس. ايه اللي غير مباشر؟ بنركب عربيه، بنركب طياره، بنستخدم هوم ابلاينس ماشينز. كل العلم اللي النهارده قايم على وجود الكترونكس. الكترونكس معناها او الكترونيك ديفايسز معناها ان انا لازم يكون عندي كمبيوتر بروجرامنج، لازم يكون عندي بروجرام عشان اقدر اخلي الديفايس اللي موجوده تشتغل اكوردنج للفانكشن اللي هي مصممه لي. طب نبص على بعض الاحصائيات في العالم كله علشان نقدر نعرف مستقبل اولادنا رايح فين. لو بصينا لبعض الاحصائيات على اليمين خالص، الكولوم اليمين بيقول العدد بتاع الديسكتوبس، العدد بتاع البورتبل بي سيز، العدد التابلت سمارت فونز لسنة 2017. نمبر اوف ديفايسز هيحصل لها جروث بطريقة رهيبة، بمعنى انها هتعدي النمبر اوف وورلد بوبيوليشن سنة 2017، هتعدي النمبر اوف حوالي 7 مليار نسمة اللي موجودين، هيبقى عندنا أكتر من 7 مليار ديفايس، سواء كانوا كمبيوترز، سمارت فونز، كارز، أي الكترونيك ديفايس تشتغل. كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده هيخلق اوبورتيونتيز ازاي لاولادنا ان احنا نتعلم كمبيوتر بروجرامنج علشان اقدر اخلي عنده فرصه جوه مصر وبره مصر يقدر يكمبيت صح، وده هيدي امكانيه كبيره جدا لان احنا نحسن مستوى اولادنا طريقه التفكير في التعليم. كتير جدا بالمناسبه فاكرين كمبيوتر بروجرامنج حاجه صعبه قوي، او الناس اللي عندها قدرات عقليه خاصه هي بس اللي تقدر تخش فيه. انا بقول لكم ان الكلام ده بعيد تماما عن الصح. اي حد، حتى حضراتكم الكبار الامهات والابهات، ممكن يتعلموا كمبيوتر بروجرامنج النهارده. كان في انيشيتيف في ولايه نيويورك في امريكا من حوالي سنه، عمده نيويورك دعا الناس اللي عندهم اكثر من 60 سنه ان هو يخشوا يتعلموا ياخدوا كورسز، وصل العدد ل 10,000 واحد. فليه احنا كامهات وابهات ما نقدرش ان احنا نعرف اللانجوج الجديده بتاعت العصر عشان نقدر نواجه اولادنا؟ انا هحكي لكم على تجربه شخصيه بتاعتي انا شخصيا تعرضت لها وانا في الجامعه. الكلام ده كان في نوفمبر سنه 81. اللي حصل انه حبيت اخد كورس كمبيوتر، فقالوا لي كان لسه مصر مش معروف يعني مصر كلها، فقالوا لي روح معهد الاحصاء خد الكورس بتاعك هناك اللي هو كان بيسموه ساعتها مقدمه في علم البرمجه. دخلت الكورس، هو انا كان تخصصي حاجه مقاربه اللي انا بدرسه. للاسف لقيت الدكتور اللي كان بيدرس لنا مجرد ان هو يستهزأ بكل سؤال، مش عارف يدينا جايدنس صح، فبالتالي خرجت لواحد زميله وقلت له انه اكيد الموضوع ده اكبر من قدراتنا العقليه وان ده ناس مخصوص عشان تفهمه. الحقيقه بعديها على طول، وحتى كان في الكورس خدونا نتفرج على اوضه ازاز كبيره قاعد واحد جواها بيشتغل على بي سي اكنه جاي كان جاي من الفضاء، واحنا قاعدين نتفرج عليه واحنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. بعديها باسبوعين لقيت زميلي ده راح
جاب كتاب من مكتبة الأكاديمية في الدقي وقال لي: عمرو أنا شفت الموضوع صعب، الموضوع سهل وممكن إن إحنا نعرف نفسنا. فعلا قعدنا أنا وهو نذاكر القصة، لقيت الموضوع بسيط وسهل أكتر من الشخص اللي كان بيدرس لنا الكلام ده وكان بيستهزأ بكلامنا وكان بيستهزأ من أسئلتنا. للأسف ما قدرش يدينا الجايدنس لدرجة إن أنا خرجت من الكورس فاهم إن الفلوت شارت هو اللي بيخش الكمبيوتر. فمتخيلين قد إيه إحنا ما كانش عندنا الجايدنس. طب إيه اللي حصل؟ لازم أتعلم صح، لازم يكون عندي الجايدنس، ولازم أنا أدور على الجايدنس. وأنا الحمد لله الفترة بتاعتي اللي أنا اشتغلت فيها من سنة 85 للنهاردة نص حياتي في الوقت ده اشتغلت ديفلوبر أو كمبيوتر بروجرام في أكبر شركات في العالم جوه وبره مصر. لو كنت استسلمت وما حاولتش أدور على جايدنس، ما اتعلمتش صح، ما لقيتش حد يوجهني، أكيد كنت سبت المجال ده من زمان. طيب مهم جدا إن احنا نعرف وورلد وايد ستاتستكس برضه أو إحصائيات عالمية بتقول إن الأي تي هي أكبر قطاع هيزيد في العالم في الفترة الجاية حتى 2017 و2020. طب جوه الأي تي كمان مين اللي هيزيد؟ لو نبص كده العشرة كاتيجوريز اللي موجودين هم دول اللي هيزيدوا، اللي لو نلاحظ كلهم ديفلوبرز. فإحنا النهارده لازم نهيئ أولادنا للتحدي الجديد اللي جاي، لأن ده هيساعده في إن هو يفهم الدروس اللي هو بيشتغل بيها في المدارس، هيقدر يبقى عنده النولج واللوجيكال ثينكينج اللي هو طريقة التفكير المنطقية في حل أي مشكلة، علشان يقدر إن هو يلاقي مكانه جوه مصر أو بره مصر. إحنا في أندروميدا لابس الحمد لله ناس متخصصين جدا وعارفين إحنا عايزين نفيد أولادنا إزاي. فبنينا بروجرام من سن 8 ل 18 سنة بيتكلم على ثلاث حاجات أساسية إحنا عايزين أولادنا يتوجهوا ليها علشان نقدر نشتغل. على فكرة الكورسز مش لازم أبدا الواحد يخش كمبيوتر ساينس أو كمبيوتر إنجينيرنج. ممكن أي واحد حقوق، تجارة، آداب، هي طريقة تفكير، نعلمه طريقة تفكير. روبوتكس احنا لقينا انه من احسن الحاجات ان احنا نعلم الاولاد الصغيرين من سن 8 سنين انه يبني الروبوت ويعرف ان الروبوت ده من غير الكمبيوتر بروجرام اللي هو هيكتبه له عباره عن حته ملهاش معنى. فاحنا بنخليه يركب الروبوت وبعد كده نبتدي يعمله بروجرامنج علشان الكلام ده يشتغل مع صح ويأدي الروبوت الفانكشن اللي هو عايزه. طبعا لو شرفتونا ان شاء الله في البوث هتشوفوا ديمو للكلام ده غير ورك شوب هكلمكم عليها بكره. كمبيوتر وجيم بروجرامنج، ولو نلاحظ انه اعلى دخول دلوقتي في العالم بالنسبه للديفلوبرز هم الجيم بروجرامرز. جيم بروجرامنج حاجه مشهوره جدا، كلنا بنشوف دلوقتي التطور في علم الجيمز كمبيوتر جيمز او الحاجات اللي نازله على البلاي ستيشن او حاجات نازله على سوني او حاجات نازله على نينتندو او وات ايفر كانت الديفايس او الكونسول اللي احنا بنشتغل عليه. اذا برضه توجيه الطالب ان هو يتعلم يعمل جيم بروجرام ويتعلم منها الكمبيوتر بروجرامنج ده كان اساس عندنا في التفكير. الحاجه الاخيره اللي احنا لاحظناها انه الناس بتشوف الكمبيوتر عباره عن بلاك بوكس، انه مش فاهم دواخله وامكانياته ازاي تشتغل، وبالتالي قلنا لا لازم نعمل السن الصغير والسن الاكبر شويه الكترونكس كورسز بحيث ان هو يبقى فاهم وات از ا سيركت الديزاين، يفهم الفيزكس اللي هو خدها في المدرسه، ياخد سيركت صغيره يقدر يعمل لها بنى، وبعدين بعد كده يعمل لها بروجرام، فيبقى قادر يربط ما بين الكمبيوتر اذا بلاك بوكس هو شايفه وما بين البروجرامنج لانجوج بتعمل. الساعة واحدة للساعة 4 على فترتين، يعني في ورك شوبس للروبوتكس هتكون موجودة هنا. الابن أو الابنة هيخش يعمل الروبوت ويعمله بروجرامنج علشان نبتدي نفهمه القصة شوية. الكلام ده من واحدة ل 2:30 ورك شوب، في ورك شوب تانية من الساعة 2:30 للساعة 4. فأتمنى إن حضراتكم تكونوا موجودين
ويفضل ان شاء الله يكون معاهم كمان النوت بوكس بتاعتنا عشان ننزل عليها بيس اوف سوفت وير اللي هو الكومبايلر اللي هيشتغل معاهم. في فيديو صغير عايزكم تشوفوه دول من الناس. I was 13 when I first got access to دول الاساطير اللي احنا بنشوفهم في الصور اللي احنا عنهم. هنشوف ابتدوا حياتهم ازاي، ابتدوا في الكمبيوتر بروجرامنج ازاي. واحد زي بيل جيتس، واحد زي مارك زوكربيرج، كلنا عارفين السنه الكبيره دي، وعارفين ستيف جوبز من ابل، وعارفين بيل جيتس من مايكروسوفت. هنشوف الكلام ده عملوه ازاي لمده 5 دقائق، ونشوف هم بيوصفوا ايه. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh and I came forward. I was in sixth grade. I learned to code in college, freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square here on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, I made a computer do that. It was just astonishing. Learning a program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program, and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up, either in a book or on the internet, and then added a little bit to it. It's really not like kind of playing an instrument or something, or playing sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but you know, what isn't? A lot of the coding people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than you know, sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. To be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball or you know, build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is you know, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after school group called the Whiz Kids, and people found out, they laughed at me, and you know, all these things. I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and you know, I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit of the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. Thank you.
whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I mean, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that if you can start something in your college dorm room, have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that a billion people use as part of their daily lives, it's just crazy to think about, right? It's really, it's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. It's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders, arcade runners. That's it. كل ديفايس ممكن تخليه مالتي مليونير زي الناس اللي احنا شفناها. الويب سايتس اللي ممكن حضراتكم تخشوا عليها البروجرامز كول ماسترز اللي هو شامل الروبوتكس، شامل الكمبيوتر والجيل البرنامج، شامل الالكترونكس، والشركه اللي هي مسؤوله وعملت الكلام ده اسمها اندروميدا. ألف شكر ليكم. أي أسئلة أنا تحت أمركم، أي نوع من الإيميلات اللي ممكن تقدموا لأولادكم، أي وقت تقدروا تتصلوا. ألف شكر.